إلى محبي النوم بجوار القطط. احذروا، يسمح أكثر من نصف أصحاب الحيوانات الأليفة ومعظمهم من أصحاب القطط أو الكلاب لحيواناتهم الأليفة بالنوم في غرف نومهم. وفقاً للبيانات التي جمعها مركز طب النوم التابع لعيادة مايو كلينك في أريزونا الأمريكية، ولكن هل هي فكرة جيدة؟ وتحدث لمجلة نيوز ويك الأمريكية الطبيب البيطري أمبر كارتر حول ما إذا كان ترك قطتك تنام في سريرك أمر صحي أم لا. وقال الطبيب البيطري أنه يمكن للقطط أن توفر الهدوء للإنسان، لكن السماح لها بالنوم في أسرتنا يمكن أن يؤدي إلى البعض من الاضطرابات في نومنا، حيث تنام القطط في المتوسط من 12 إلى 18 ساعة يومياً. ووجدت دراسة تقول إن الحيوانات يمكن أن تقلل من الشعور بالوحدة وتزيد من مشاعر الدعم الاجتماعي وتعزز مزاجك. وعلى الرغم من التأثير الإيجابي للحيوانات الأليفة على حياتنا اليومية، إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أو كان لديك قطة نشطة بشكل خاص، فإن وجودها في غرفة نومك طوال الليل قد يكون له تأثيراً سلبياً على صحتك. وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الربو ويملكون قططاً أليفة تنام بجوارهم على الأسرة، فهذا التصرف قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض. أما البعض يقوم بتربية القطط دون أخذ التدابير الصحية اللازمة لتلك القطط، مثل أخذ العلاجات واللقاحات ومراجعة العيادات الخاصة بالقطط بشكل دوري. فهنا تكون مخاطر تواجد القطط بجانب أسرتنا كبيرة جداً على حياة مربي القطط. وأضاف الطبيب البيطري أن القطط قد توقظ الشخص خلال نومه، وربما تخدش الوجه وهي تعتقد أنها تحاول جذب انتباهك بهذه الطريقة للعب معها. وأضاف الطبيب البيطري إذا كانت قطتك النائمة وكنت قد تدحرجت عليها أو أخفتها عن طريق الخطأ، فمن الممكن أن تستيقظ فجأة وتهاجمك، ليس بسبب العدوان ولكن كردة فعل دفاعي عادي.